ايه الاخبار يا محمد؟ ابن اختك عامل ايه؟ لا الحمد لله يا فندم، كنا فين وبقينا فين؟ ربنا يطمنكم عليه يا رب. بس انت عارف يا محمد، احنا فعلا لازم نحط نفسنا مكان الناس اللي عايشين هنا. ده احنا عيالنا لما بيسمعوا صوت عجله عربيه بتفرقع بيجي لهم انهيار. ايش حال بقى العيال الصغيرين اللي عايشين هنا؟ ليه النهار عايشين في وسط اصوات قنابل وعبوات وضرب نار؟ الله يكون في عونهم يا اخي. ايوه يا فندم، بس هم زمانهم اتعودوا على كده طبعا. يتعودوا عليها يا محمد، دي عيال صغيره ذنبهم ايه؟ هو مين كان ليه ذنب بس في اللي بيحصل يا فندم؟ هيقبلوا ربنا بيها كلنا. صح يا محمد، عندك حق، بس العيال دي زي ما هي بتخاف لازم تطمن. العيال زي ما بتخاف من صوت القنابل لازم لما يشوفوك ويشوفوا المدرعات ماشيه في الشارع يطمنوا. العيال دي لازم تفهم الفرق ما بين اللي بيساعدهم وما بين اللي بيأذيهم. عارف لو ما عملناش كده هنصحى على مصيبه كل يوم ويعلم هتتلم ولا لا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. المدير جوه؟ موجود، اتفضل يا بيه. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده انتوا طلعتوا وحوش زي ما الاستاذ بيقول عليكم اهو، ده انتوا اجمد من العساكر اللي معايا كمان. اقعدوا. شكرا. انت اسمك ايه؟ محمد. وانت اسمك ايه؟ انس. وانت بشعرك انيش؟ يوسف. هتحلق يا يوسف ها؟ اه. عايز احكي لكم على حاجه. زمان واحنا صغيرين انا واصحابي واهلي وجيراني يسالونا نفسكم تطلعوا ايه؟ اللي يقول نفسي اطلع محامي، واللي يقول نفسي اطلع دكتور، واللي يقول نفسي اطلع طيار. انا بقى اسمي احمد منسي، واي حد كان يسالني وانا صغير نفسك تطلع ايه؟ اقول لهم نفسي اطلع ظابط. والحمد لله زي ما انتم شايفين طلعت ظابط، ولبست البدله اللي كان طول عمري نفسي البسها، وجيت المكان اللي كان طول عمري نفسي اجيه. بقيت احلى مكان في مصر اللي هو اسمه ايه؟ سينا. اسمه ايه يا اولاد؟ سينا. انتوا كمان بقى ان شاء الله تطلعوا زينا وتطلعوا احسن مننا كمان. احنا جينا هنا عشانكم، جينا هنا عشان ارض سينا وعشان اهل سينا. زي ما الابطال زمان ما سكتوش غير لما طلعوا الاسرائيليين من هنا، احنا كمان مش هنهدى ولا نرتاح غير لما نطلع التكفيريين من هنا. أنا مش عايز حد يخاف، عايز كل واحد يخلي باله من نفسه ويخلي باله من بيته ويخلي باله من أرضه. مفهوم؟ مفهوم. وأنا آسف يا رجالة لو اتأخرت عليكم في الزيارة، بس إن شاء الله هاجي لكم مرة واتنين وتلاتة وعشرة عشان نقعد نتكلم مع بعض ونلعب ونعمل كل حاجة ونسمع كلام الأستاذ. مش عايزه يشتكي من حد. ماشي. تمام؟ تمام. السلام عليكم.